بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المراد بالآية الكريمة وما معناها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأيضا الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآية الأولى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب لهن: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك. الخطاب لهن، قد أمرهن الله بأوامر ونهاهن عن أشياء صيانة لهن ورفعة لهن، ثم بين الحكمة من هذه الأوامر وهذه النواهي، أنه يريد سبحانه إرادة شرعية أن يذهب عنهم الرجس والنجاسة المعنوية، نجاسة المعاصي والمخالفات، ويطهرهم منها تطهيرا. وأما الآية الثانية: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على هذا القرآن، إلا المودة في القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أن لهم حقا على المسلمين ما داموا على طاعة الله مستقيمين، لهم حق على المسلمين، حق الإسلام، حق قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل القربى المراد بها التقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا القرآن يدعو إلى التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما فضل سورة البقرة، وهل ورد قراءة أواخر سورة البقرة في كل يوم، وما المستفاد منها؟ مأجوري. سورة البقرة سورة عظيمة، وهي سنام القرآن كما في الحديث، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، لأنها تبلغ حوالي جزوين ونصف الجزء، هي أطول سورة في القرآن العظيم، وهي لا تطيقها البطلة أي الشياطين، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يكلف الله نفسه. الآيتان في قراءتهما في الصباح والمساء مع الورد فضيلة. نعم. أحسن الله إليكم. في فقرة للأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالسور الطويلة، ما هي هذه السور الطويلة وكيف يكون ذلك؟ الغالب أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب من قصار المفصل، هذا هو الغالب، وأحيانا يقرأ بسور طوال، قرأ بالأعراف قسمها بين الركعتين مرة، وقرأ بالطور، قرأ بالمرسلات، لكن هذا يعني ليس هو الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: بالنسبة لتربية الأولاد، ما الطريقة الناجحة في ذلك؟ وإذا كان الأب يتساهل في ترك أولاده المراهقين لصلاة الفجر وباقي الصلوات، ويقول يكبرون ويهتدون إن شاء الله إلى الطريق الصحيح، ما واجبنا نحوهم وما واجب الأب نحو أولاده؟ الواجب على الوالدين الأب والأم أن يتعاونا على تربية الأولاد على البر والتقوى والأمر بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، فإذا قاربوا البلوغ فإنه يتأكد هذا الأمر، ولا يقتصر على الأمر، بل يضرب من يتثاقل منهم عن الصلاة، عن صلاة الفجر وعن الصلوات عموما، يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. اضربوهم عليها يعني على تركها، تساهل فيها تأديبا لهم. فواجب على الوالدين أن يربي أولادهما على البر والتقوى والطاعة، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهم
لهم أمانة في عنق الوالدين، لا سيما البنات، تربية البنات في حق الأم، فإن الأم أدرى بخصائص البنات ولباسهن، هي مسؤولة عنهن أكثر، والوالد كذلك عن الأولاد الذكور وعن البنات، فيتعاون الاثنان على التربية على البر والتقوى وعلى الدين. ولهذا يقول جل وعلا للولد، يوصي الولد أن يحسن إليهما عند الكبر، ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دل على أنهما يربيانه ولا يهملانه. وقول هذا الوالد إنهم إذا كبروا يعرفون الشيء بالتربية والصلاح له أسباب، وهذا الكلام إهمال لمسؤوليته عنهم، وهو مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم، يقول هذا السائل، شرب الماء من الكاس أو من غيره بدفعة واحدة؟ يكره هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب نفس واحد كشرب البعير. نعم. أيضا في فقرته الثانية يقول: سلام الرجل على أخت أمه من الرضاعة. نعم، هي محرم له من الرضاعة، يسلم عليها. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مسبل إزار، ما معنى هذا الحديث؟ وهل يعني بأنه لا يدخل الجنة حتى ولو كان مسلما؟ نرجو التوجيه. أنا لا أعرف الحديث بهذا الوعيد، بهذا النص، لكن قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فيحرم الإسبال للرجال. والإسبال معناها أن ينزل الملبوس عن الكعبين من ثوب أو إزار أو بشت أو غير ذلك من الملبوسات بالنسبة للرجال، فهو متوعد بالنار. وهذا من أحاديث الوعيد، ليس معناه أنه يكفر، لكنه متوعد بالنار، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. يقول: هل يأثم الإنسان في تركه لصلاة الكسوف والقسوف وكذلك الاستسقاء حيث يتساهل فيها بعض الناس؟ إذا ترك الكل هذه الصلوات أو بعضها أثم جميعا، لأنها متأكدة. وأما إذا قام بها من يكفي، هي سنة كفاية متأكدة، إذا قام بها من يكفي حصلت السنة. وينبغي للمسلم أن يحضرها ليحصل على الأجر، حتى ولو قام بها غيره يحضر هو، يشارك في الأجر والدعاء. نعم. يقول: تأخرت عن الزواج الآن وعمري في 37، وكذلك لم أؤدي الحج ولا العمرة حتى هذا الوقت، بأيهما أبدأ فضيلة الشيخ؟ فأنا عازم على فعل الطاعات والاستمساك بالخير. إذا كنت تخاف على نفسك بالوقوع في الحرام إذا لم تتزوج، فإنك تبادر بالزواج، تقدمه على الحج. أما إذا كنت لا تخاف على نفسك من الوقوع في الحرام، فبادر بالحج. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا قال الإنسان وهو يصلي وحده في الرفع من الركوع: الله أكبر، بدلا من سمع الله لمن حمده، هل يلزمه سجود السهو؟ إذا تعمد ذلك وجعل تكبير بدلا من التسميع بطلت صلاته. إذا نسي يقول سمع الله لمن حمده تركه، فإنه يسجد للسهو وجوبا، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. نعم. يقول: الداخل على المجلس وفيه علماء وطلاب علم وكبار، بمن يبدأ؟ يبدأ بأكبرهم، وإن اقتصر على السلام على البقية بالكلام كفى، وإن دار عليهم فهو أحسن. نعم. يقول: في الحج يا شيخ، إذا كان الإنسان عليه ديون يقولون بأنه لا حج لك وعليك دين. نعم، إذا كان ماله لا يتسع للدين والحج فإنه يقدم سداد الدين، لأنه ليس عليه حج في هذه الحالة. أما إذا كان ماله يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج، فإنه يلزمه الحج ويسدد الدين قبل أن يسافر لتبرأ ذمته. نعم. يقول هذا السائل: أبو علي، ما حكم الصلاة يوم الجمعة للجماعة في السطح، وقد يكون السطح ممتدا أكثر من المحراب؟ نعم، يصلون في السطح لأن السطح من المسجد، لا مانع إذا ضاق المسجد، لكن لا يتقدمون على الإمام، يصلون في مكان لا يتقدم على الإمام. نعم. يسأل عن النخلة: إذا كانت في البيت في الحوش وتسقى من مياه الصرف الصحي وتثمر ثمرا جيدا، هل يجوز أن نأكل منه أو نتصدق من هذا؟ لا يجوز
يجوز أن تأكلوا منها وهي تسقى بماء نجس إلا إذا سقيتموها بالماء الطاهر وتركتم الماء النجس ومضى عليها مدة يمكن أن تطهر ثمرتها بالماء الطاهر فلا بأس، أما أن تستمروا على سقيها بالماء النجس فإن ثمرتها متغذية ومتكونة من الماء النجس ولا تطهر بالاستحالة، النجاسة لا تطهر بالاستحالة في مثل هذا. نعم. هذه الأخت أم عبد الله تقول: في العام الماضي والذي قبل مات والدي ووالدتي ولم يترك من حطام الدنيا شيء، وأنا مدرسة راتبي فوق 15,000 وأريد أن أقدم لهم شيئا بعد مماتهما، ما الذي يصلهما بعد موتهما؟ الصدقة عنهما، تصدقي عنهما، وهذا فيه أجر عظيم ويصل ثواب الصدقة إليهما إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى وكانت من كسب طيب. نعم. أحسن الله إليكم، هذا الأخ سوداني ومقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما الحكمة من وضوئنا من لحوم الإبل، وما هو اللحم الذي نتوضأ من مثل الكرش والمصارين وغيرها بخلاف الظأن والماعز والبقر؟ الحكمة الله أعلم بها، إننا نمتثل الأمر وإن لم نعرف الحكمة. قد جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل الحديث الصحيح، يلزمنا الوضوء من لحوم الإبل عند الصلاة، وإذا أكله وهو على وضوء انتقل وضوءه، يلزمه الوضوء. واللحم في اللغة يطلق على ما عدا لحم الجوف من المصارين وكبد، ولأنك لو وكلت من يشتري لك لحما شرى لك من كبد أو من الأمعاء لم ينفذ الوكالة. اللحم إذا أطلق يشمل اللحم المعروف، ومن العلماء من يرى أن نقض الوضوء يشمل كل ما أكل من الإبل حتى ما كان من أمعائها وكبدها. نعم. أحسن الله. إذا توضأ من هذه الأشياء احتياطا، يعني من الكبد ومن الأمعاء، إذا توضأ من باب الاحتياط فحسن. نعم. قل: بخلاف الظأن والماعز والبقر. أما الظأن والماعز فليس عنها وضوء، لأنه لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال: لا، لحوم الغنم ليس عنها وضوء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم التشاؤم من شهر صفر، وأيضا هل يصح للإنسان أن يتفاءل ببعض الأمكنة أو بعض الألبسة؟ التشاؤم لا يجوز لا بشهر صفر ولا بغيره، لأنه من الطيرة وسوء الظن بالله عز وجل، ولأن التشاؤم بالأشياء اعتقاد أنها تضر من دون الله عز وجل، وهي مخلوقات من مخلوقات الله، فهذا يخل بالعقيدة، عقيدة التوحيد. ومن وجد في نفسه شيئا من الطيرة والتشاؤم توكل على الله ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويذهب الله عنه ذلك بإذن الله. وأما التفاؤل فهو مطلوب، التفاؤل كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، التفاؤل بالأماكن وبالأشخاص وبالكلمات أمر طيب، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت أم عادل: في الأسبوع الماضي أخذنا عمرة وكانت أختي تلبس البرقع والنقاب في طوافها وفي أدائها للعمرة، وهي لا تعلم عن أحكام الشريعة في ذلك شيء. إذا كانت تجهل هذا الشيء ولم يبين لها فعمرتها صحيحة وليس عليها شيء، أنها معذورة بالجهل. أما إذا كانت قد بين لها أو كانت عالمة بأنه لا يجوز للمحرمة لبس البرقع والنقاب، تعلم النهي في هذا ولبسته، فعليها الفدية، عمرتها صحيحة لكن يكون عليها الفدية، تخير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم. هذه الأخت عبد الله تقول بأنها وهبت كل ما تملك لأبنائها من عقار وأملاك ومزارع لأولادها في حياتها، فقسمت بينهم هذه التركة، تقول: حتى لا يختلفوا بعد مماتي. إذا كانت قسمت بينهم بالعدل للذكر مثل حظ الأنثى فلا بأس بذلك لعدم المحذور. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: إذا أراد الشخص أن يحسن من قراءته لقراءة القرآن الكريم، فهل له أن يتابع شيخا واحدا أم يأخذ هذا من عدة قراء؟ يعني قصد تقليد الصوت. نعم. تعلم يتعلم ولو من عدة قراء تعلم، أما الصوت فالتقليد غير مستحسن، هو يجتهد بتحسين صوته بدون أن يقلد
أصوات الناس، لا يجتهد في هذا ولا يقلد بصوته أحدا. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: إذا نويت يوم الاثنين مثلا أن أصوم يومي الخميس والجمعة القادمين قضاء، فهل علي في كل يوم أن أنوي مرة أخرى؟ وإذا نسيت فهل يعتبر صومي مجزئا؟ الصيام عند النية، عند الصيام تنوي عند السحر أو تنوي من الليل صوم القضاء أو صوم العدى، أما صوم النافلة فلا يلزم هذا. فلو أصبحت من دون نية ولكنك لم تأكل ولم تشرب ولم تتناول مفطرا فلك أن تنوي من النهار، هذا في النفل. نعم. من حفر الباطن أبو عبد الله يقول: ما حكم السفر لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة، بدعة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يسافر لأجل القربة في مكان، لأجل الطاعة والعبادة في مكان مخصص، إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والسفر إلى القبور ليس من السفر إلى المساجد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا فيه غلو بالقبر، ويخشى أن يتعلق قلبه بالقبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أي لأنه إذا سافر إليه فإنه يتعلق قلبه به ويتبرك به ويسأله الحاجات وغير ذلك. نعم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. قد أجاب مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.